وزارة الصحة تعلن إجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة الجائحة، وتؤكد تراجع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء. انطلاق أكبر حملة للتطعيم بعقار فايزر وبايونتك في أوروبا، وعمليات احتيال واسعة بتوزيع اللقاح في ولاية نيويورك الأمريكية. تجاوز عدد الإصابات بالجائحة حول العالم حاجز 80 مليون إصابة، والولايات المتحدة تتصدر المشهد الوبائي بعدد الوفيات. أجازت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية في وزارة الصحة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا، وأعلنت الوزارة في وقت سابق التوقيع مع شركة فايزر على استيراد 1.5 مليون جرعة من العقار مطلع العام المقبل. كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى 90% مقابل تراجع عدد الإصابات والوفيات التي وصلت إلى 3% من النماذج المختبرية. الصحة في بيان دعت إلى عدم التراخي والاستهانة بالإجراءات الوقائية بسبب تحسن الوضع الوبائي، مشددة على الالتزام بالاحتياطات اللازمة في تطبيق الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد. حذر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي من التهاون بإجراءات الوقاية من كورونا مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، مشيرا خلال استضافته ببرنامج بانوراما كوفيد إلى إمكانية ظهور سلالة جديدة لكورونا في العراق. تحور الفيروس نفسه في العراق ممكن، وممكن ينتشر مرة أخرى بصورة أسرع، لذلك الإجراءات الوقائية يجب الاستمرار بالالتزام بها، هو ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين. هذه للأسف الشديد نشاهدها في الأيام وفي الأسابيع الماضية، أنه صار تهاون وتراخي من قبل المواطنين. من يضمن بأنه هذه السلالة التي موجودة الآن ستبقى هي؟ كما حدث في بريطانيا الآن، تغيرت السلالة وجاءت سلالة أسرع، لذلك احنا نستمر بارتداء الكمام والإجراءات الوقائية خوفا وتجنبا من ظهور سلالة أخرى أشد انتقالا وأشد عدوى وربما أشد خطورة. تواصل وزارة الصحة جهودها بافتتاح مؤسسات جديدة بمختلف الاختصاصات من أجل سد النقص الحاصل في البلد، فيما أكدت عملها على تدريب ملاكاتها استعدادا لاستقبال لقاح كورونا فور وصوله من الشركات المنتجة. بعد تعاقد العراق مع شركة عالمية، وزارة الصحة تحجز 16 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا، إذ عملت الوزارة على تدريب فرقها الطبية للتعامل مع هذا اللقاح. جاء في تصريح خاص به القناة العراقية خلال افتتاح مشاريع صحية في عموم العاصمة بغداد. تم تخصيص المبالغ المالية ودفع المبالغ المالية لهذه الشركات. مع شركة فايزر اتفقنا أيضا على توفير سلاسل التبريد. العراق يحوي على 140 سلسلة تبريد ناقص 80 درجة مئوية. لدينا تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، دربنا الكوادر، راح يكون الوجبات الأولى تصل إلى المستشفيات التعليمية. يجب أن نطمئن المواطنين أنه لا يوجد فيروس جديد كما يقال كوفيد 20، لا هو نفسه كوفيد 19، لكن هذه واحدة من التحورات التي حصلت على الفيروس. المشاريع الصحية التي تم افتتاحها مركزي الديلز الدموي في الكاظمية المقدسة ومستشفى الطفل المركزي ومعهد الصحة العالي والردهة الجراحية في مستشفى اليرموك، إضافة إلى المستشفى الميداني المتخصص بجائحة كورونا الذي قدمه المجلس الاقتصادي العراقي لوزارة الصحة بسعة 108 أسرة. تطوير وتأهيل الردهات الجراحية في مستشفى اليرموك التعليمي، وشمل تأهيل كافة المستلزمات الطبية من أسرة وتأهيل إنشائي، ترميم للردهات الجراحية نساء ورجال، وكذلك استحداث وحدة القدم السكري في قسم الجراحة. السعة السريرية المستشفى المجلس الاقتصادي 108 سرير بها ردهات للعناية الحرجة، بها ردها الطوارئ،
ردهات لاستقبال المرضى ومجهزة بكافة التجهيزات الضرورية لمعالجة مرضى كورونا من أجهزة تنفس اصطناعي. ويعد العراق جزءا من منظومة عالمية التي تعمل ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية لتوفير المستلزمات الطبية واللقاحات. على ما يبدو أن الاهتمام بالواقع الصحي أخذ يتصاعد تدريجيا عبر افتتاح أقسام جديدة في عدد من المشافي، فيما تؤكد وزارة الصحة على السير بتوفير لقاح فيروس كورونا في الوقت المحدد للقضاء على الجائحة. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. حكومة إقليم كردستان أطلقت تحذيرات للمواطنين من مخاطر الإصابة بالسلالة الجديدة بالفيروس، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالشروط الوقائية لتلافي خطر الإصابة بالفيروس الجديد. جائحة كورونا تستمر في نشر شرها في كل مكان، فسلالة جديدة جعلت الكثير من الدول تغلق أجواءها. لذلك وزارة صحة إقليم كردستان تطلق أول تحذير وتدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية. بيان صادر من وزارة الصحة البريطانية بأن هناك نوع جديد من أنواع كورونا وهو أخطر وأكثر انتشارا. بعد أيام قليلة شفنا دول الجوار وقفت الرحلات بشكل مؤقت، منها بلجيكا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، وبالتالي أخذنا إجراءات. كل من يأتي من هذه الدول بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر سنتخذ الإجراءات اللازمة بالكشف السريري، وإذا كان هناك اشتباه لأي حالة غير طبيعية الجهات طبعا الجهات المعنية بوزارة الصحة تتخذ الأمور اللازمة. أكد مسؤولو الصحة العالمية والاختصاصيين أن السلسلة الجديدة لفيروس كورونا أصبح أكثر قدرة على الانتشار بعد أن غير من طبيعة جيناته، ما جعل من التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية من أفضل وسائل الحماية. هذه السلسلة الجديدة من فيروس كورونا الذي ظهر في دول العالم غير من جيناته وأصبح أسرع انتشارا من الفيروس السابق، وهناك الكثير من الفيروسات تغير من طبيعتها الجينية، إلا أن هذا لا يدعو إلى نشر الخوف والذعر بين المواطنين، لكن عليهم الالتزام بالإجراءات الصحية. ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي تمتاز بسرعة الانتشار جعلت حكومة الإقليم تفرض قيوداً وضوابط أكثر صرامة مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة. للعراقي الإخبارية مزيت عبدو، أربيل. وعن هذا الموضوع ينضم معنا من أربيل مراسلنا حسين زنقن. أهلا بك حسين. بداية حدثنا وأنقل لي الموقف الوبائي في أربيل. نعم، سجلت دائرة صحة أربيل عن إصابة 14 حالة مصابة بفيروس كورونا وعن تشافي 122 حالة وعن حالتي وفاة. أما بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان حول اجتماعها يوم أمس، فقد كانت هناك حزمة من القرارات من ضمنها هو إغلاق المطارات أمام عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا واليابان وإيران وجنوب أفريقيا وأستراليا وإيران واليابان وحتى لبنان. هذه كلها أمور دعت إلى أن تقف حكومة إقليم كردستان موقف جدي حول عدم انتشار فيروس كورونا وعدم دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا. نعم حسين، حكومة الإقليم أطلقت تحذيرات من مخاطر السلالة الجديدة من الفيروس، وأنت كما تحدث منع السفر لبعض الدول. ضعنا في صورة هذه التحذيرات، ما هي طبيعة هذه التحذيرات من السلطات هناك في إقليم كردستان؟ نعم، التحذيرات هي لا يجب دخول أي زائر إلى إقليم كردستان من هذه الدول إلا المنظمات الدولية والدبلوماسيين الذين يخضعون أيضا إلى فحوصات معينة. أما على العراقيين الذين يريدون العودة من هذه الدول إلى العراق فيجب عليهم الالتزام بعدة إجراءات من ضمنها الفحص
فحص فيروس كورونا وحجرهم 14 يوما ثم العودة إلى الشارع. أما بالنسبة إلى الأمور الثانية، أما بالنسبة دعني أحدثك عن الحدود بين العراق والدول الجوار، فقد منعت حكومة الإقليم عدم دخول الزائرين إلى العراق من هذه الدول عدا التبادل التجاري، أما غير ذلك فلم تسمح حكومة الإقليم الدخول لأي شخص. شكرا لك حسين زنقنة مراسل العراقية الإخبارية من أربيل كنت معنا. وشهدت أسعار المواد الغذائية في نينوى لا سيما الأساسية منها ارتفاعا ملحوظا جراء أخبار مواقع التواصل الاجتماعي حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا. المواطنون دعوا الجهات المختصة إلى مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار. تلعب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في حركة الأسواق بالموصل، خصوصا مع انتشار أخبار السلالة الجديدة للجائحة. الأسعار ترتفع، الشغل قليل، ماكو حركة حاليا، مورة ترويج إشاعة. يتأثر الشارع الموصلي بمواقع السوشيال ميديا مما يؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار، وتحاول جاهدة بقية وسائل الإعلام السيطرة على الموقف، ويبقى هذا الصراع ما بين وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في محافظة نينوى مؤثرا على الأسواق المحلية والبضائع والمواد الغذائية. طبعا يغلى الأسعار، وإحنا ما شاء الله تجارنا يخافون الله ويتقون الله سبحانه وتعالى. الحاجة أم الربع تصير بألف دينار. هذا طابور خامس كذاب، يسألون العالم بأشياء اللي ما لها شغل بيها. هذا المرض من الله، ليش يجيبينه هو جاع العراق. لم يشفى بعد المواطن الموصلي من الأعراض النفسية لجائحة كورونا الأولى، لتأتي أخبار الجائحة وسلالتها الجديدة وتجعله ما بين نارين. الصاغ الغلا هذا الصاغ، خلونا الله بصدهم العالم الكاني. واكو منع تجوال، بس هو الدولار ارتفع وصعدت المواد، وهاي الغراض كلها صعدت. صار عندنا خلل يعني، وما نعرف نشتغل. يا ترى غدا ننزل لو ما ننزل؟ يعني مثل هسه انا كل واحد ومنوته، هسه انا قصاب، غدا اذبح حولي لو لا؟ اذا تذبح ابو المطعم يجوز يقول لك انا ما اغيد، يعني راح اللحم يخب عندي، ابو الطماطه، وكله يعني كله سواسيه. للاخباريه العراقيه ايهم عمر، الموصل. ولمتابعة هذا الموضوع انضموا معنا عبر الهاتف من الموصل مراسلنا أيهم عمر. أهلا بك أيهم. قبل الحديث عن ارتفاع الأسعار وهذه الأزمة، ضعنا في صورة الموقف الوبائي في المحافظة، ما هو الموقف الوبائي؟ يعني حقيقة الموقف الوبائي في مدينة الموصل يبشر بخير. اتصلنا بالدكتور محمد إسماعيل وطلعنا منه على آخر المستجدات والحالات التي تصيب مدينة الموصل من نتيجة جائحة كورونا، قال بأن هناك نسب يعني انخفضت نسبة الإصابات في محافظة نينوى، وأيضا انخفضت نسبة الوفيات. نعم. إلى أكثر من 70%. بالتالي يعني مدينة الموصل تحاول أن تسيطر على هذا الموقف، وتحاول أن تقف يعني متوازية، وتحاول أن تحدث المعلومات الأخيرة للسلالة الجديدة، لان كما وصل يعني كما وصف وزير الصحه بان يعني عموم محافظات العراق لا تمتلك الكتات التي تميز ما بين السلاله الجديده والقديمه. اليوم مدينه الموصل بصراحه تسجل يعني نجاحا كبيرا رغم ضعف امكانياتها، لكن رئاسه صحه محافظه نينوى تفعل ما بوسعها هي وكوادرها من اجل السيطره على الموقف، وفعلا هناك سيطره على الموقف عندما تنخفض الاصابات الى اكثر من 70%. هذا كيف رقم مهم جدا لم تحصل اليوم. نعم. في محافظه نينوى. نعم. كيف اسهمت أخبار السلالة الجديدة من الفيروس في مواقع التواصل الاجتماعي كما أشرت في تقريرك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الموصل؟ نعم، عندما يعني أعلنت بريطانيا غلق الأجواء، بدأ البعض من يعني مروجي الصفحات وصفحات الوهمية بإعلان منع التجوال لمدة 10 أيام. بالتالي تهافت أعداد المواطنين وتكدسوا أمام يعني محلات البضائع والأسواق من أجل يعني يعني محاولة الحيطة والحذر، ويعني أن يكونوا في الحسبان من أي اختلال أو اختفاء للمواد الغذائية. بالتالي ساهموا برفع الأسعار بصورة غير مباشرة من خلال تهافتهم، خصوصا ليلتي الأربعاء والخميس. لكن الحمد لله يعني يعني حاولت وسائل الإعلام المحلية من خلال الإذاعات المحلية، من خلال القنوات يعني والتصريحات، بأنه لا يوجد هناك منع للتجوال،
بعد ذلك خفت قليلا هذه الأزمة، وبالتالي يعني تراجعت حدة الأسعار وبدأت يعني عادت مرة أخرى إلى أسعارها الطبيعية. نعم. ما هو دور الجهات الرقابية؟ هل تدخلت الجهات الرقابية خصوصا وهناك كان يعني كان هناك توجيه حازم من الحكومة ومن وزارة الداخلية لأقسام الشرطة ومراكز الشرطة لمتابعة أقسام الجريمة الاقتصادية والشرطة الاقتصادية لمتابعة الاحتكار ورفع الأسعار ومحاربة هذا الارتفاع؟ ما هو الدور؟ هل تدخلت هذه الجهات؟ يعني فعلا تدخلت هذه الجهات، لكن تدخلت بالطبقات الأخيرة التي هي لا يمكن لها أن تلعب بالأسعار. يعني عندما نحاسب الدكاكين والبقاقيل يعني البسيطة، نحن يعني نترك التاجر الرئيسي الذي نعم. يعني هو من قام برفع الأسعار ورفع التعرفة، فبالتالي يعني صاحب البقال لا يمكن له أن يبيع ثم يشتري بسعر أغلى، أيضا يلتحق بالسعر الجديد. بالتالي يجب متابعة التجار الرئيسيين الذين يسكنون أصلا خارج القطر ويقومون يعني تصدير المواد الغذائية بأرقام قياسية حسب الأسعار وحسب الموقف الوبائي الذي بدأ يختل نتيجة السلالة الجديدة التي تغزو العالم وليس العراق على حد سواء. شكرا لك أيها معمار مراسل العراقية، كنت معي من الموصل. إلى القارة الأوروبية التي شرعت بلدانها بحملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية، والذي تزامن مع تجديد القيود جراء تدهور الوضع الوبائي في القارة. هذا ومن المقرر أن تبدأ اليوم عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان. وحول مستجدات الموقف الوبائي في إسبانيا ينضم معنا من العاصمة مدريد مراسلنا نهاد جاسم. أهلا بك نهاد، كيف تصفون الموقف الوبائي في عموم إسبانيا قبل الحديث عن الجهود والسلطات والسلالة الجديدة؟ انقل لي الموقف. نعم، تحية لك وتحية للمشاهدية العراقية الإخبارية. بداية طبعا الوضع الوبائي في إسبانيا في تصاعد مستمر، ازدادت أعداد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم أعداد الإصابات أيضا ازدادت بشكل كبير جدا في كتالونيا. ارتفعت أعداد الإصابات في آخر 24 ساعة إلى أكثر من 1048 إصابة، وأعداد الوفيات إلى أكثر من 25 متوفى بسبب الفيروس التاجي. في مدريد أيضا العدد ارتفع ولكن ليس كما مثل كتالونيا، ارتفع العدد إلى 488، لكن المستوى التصاعد والتراكمي ل 14 يوم ازداد بشكل كبير وأصبح 260 إصابة لكل 100,000 نسمة، وهو رقم ينذر ببعض الخطر ولكن ليس مثل الموجة الثانية عندما وصل إلى 888 واعتبرت موجة ثانية. لذلك لا يعتبرونها الحد الآن أنه موجة ثالثة في إسبانيا، لأنه لم يصل العدد إلى عدد موازي لما حدث في الموجة الثانية. أيضا الحدث الأكبر في إسبانيا نعم. اليوم هو وصول اللقاح وبدء والشروع في عملية توزيع اللقاح في إسبانيا. نعم. طيب ماذا عن السلالة الجديدة وهذه الأنباء؟ هل فعلت ما فعلت في إسبانيا من خلال أنبائها والخوف منها؟ نعم، حقيقة هناك تخوف كبير في إسبانيا من السلالة الجديدة، ولكن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي كانت لم تقطع خطوط الاتصال الجوية مع المملكة المتحدة بسبب الفيروس الجديد خلافا لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن إسبانيا قطعت أخيرا خطوط الاتصال، والآن الطيران توقف ما بين إسبانيا وما بين المملكة المتحدة بسبب اكتشاف 4 إصابات جديدة من السلالة الجديدة، السلالة البريطانية أو الفيروس الذي تتطور في بريطانيا. هناك 4 إصابات تم التأكد منها في مدريد و3 قيد الاشتباه، ولكن يقال وتقول السلطات الإسبانية والسلطات في مدريد تقول أن هذه الإصابات أتت قبل قطع خطوط الطيران مع المملكة المتحدة، ولكن هذا واقع الحال. لقد دخل الفيروس الجديد في إسبانيا ولا ندري نسبة انتشاره، المكتشف لحد الآن هو 4 حالات ومشتبه ب3 حالات أخرى. حدثتك أيضا عن اللقاح، بدأت اليوم عملية توزيع اللقاح الساعة
تقريبا الساعة التاسعة بدأت عملية توزيع اللقاح في كل المدن الإسبانية. 17 أقليم في إسبانيا بدأ بتوزيع اللقاح. أخذت أول اللقاحات سيدة في مدريد في دار للمسنين، وقالت أنا فخورة جدا بأن أكون أول شخص يحمي نفسه ويشارك بحماية بلده من الفيروس. لذلك بدأت اليوم إسبانيا حالها حال جميع دول الاتحاد الأوروبي بالبدء بعملية التلقيح الواسعة التي يتمنى كل المواطنون أن ينتهي بها الفيروس التاجي وتكون تكتب له النهاية فيها. على مستوى إسبانيا نهاد، ما هي أكثر المدن والقطاعات أو المدن أولا تضررا، وما هي أكثر القطاعات أيضا من ناحية الضرر جراء الفيروس أو جراء الوباء بصورة عامة؟ نعم، من ناحية المدن حقيقة كانت المدن تتراوح كثيرا. الفترة الماضية كانت مدريد أكثر عدد إصابات، ولكن خلال الأيام الأخيرة كاتالونيا قفزت قفزة كبيرة جدا في أعداد الإصابات. تم تسجيل خلال آخر 24 ساعة 1048 إصابة في كاتالونيا فقط، وهو مستوى ينذر بالخطر مثل ما أخبرتك، وأيضا ارتفع معدل الإصابة بعشرة نقاط وهو مستوى أيضا ينذر بالخطورة. ارتفع عدد الداخلين إلى المستشفيات الكتالونية بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 1660 شخص دخلوا إلى المستشفيات خلال اليومين الأخيرين. عدد الأشخاص الراقدين في العناية المركزة ارتفع إلى أكثر من 360 شخص، ارتفاع كبير أصبح في كاتالونيا. لذلك اليوم هو أكثر المدن خطورة وإصابة هي الأحياء الكتالونية بالذات. قطاع العمل، قطاع العمل في إسبانيا، حياة الناس، يعني كيف بدأت؟ نعم 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 نعم، القطاعات التي تأثرت حقيقة. القطاع السياحي بالدرجة الأولى، مثل ما تعلمون يدخل إلى إسبانيا كل عام أكثر من 85 مليون سائح. بسبب جائحة الكورونا انخفضت نسبة السواح إلى أعداد كبيرة جدا، يعني لا يمكن المقارنة مع العدد السابق. آخر الأيام كانت إسبانيا تعتمد على الزائرين الداخلين من بريطانيا، ولكن بسبب السلالة الجديدة والعترة الجديدة اضطرت إسبانيا والمدن الإسبانية إلى إغلاق خطوط الطيران. آخرها كان مطار برخاس في مدريد، قطع خطوط الاتصال مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف السلالات الجديدة. لذلك تأثر القطاع الاقتصادي تأثرا كبيرا جدا بسبب جائحة كورونا، وبالنهاية تأثرت أرزاق المواطنين جميعا، ولكن أكثر القطاعات هو القطاع السياحي، وبالتالي أذقى بثقل على القطاع الاقتصادي. نسبة البطالة ازدادت بشكل كبير جدا بسبب زيادة إغلاق المحلات والمطاعم والفنادق. هناك بطالة كبيرة جدا حقيقة هذا العام، ولكن السلطات الإسبانية تحاول إعانة المواطنين من خلال إعانات البطالة. شكرا لك نهاد جاسم مراسل العراقي الإخباري، كنت معي من إسبانيا. ألمانيا شهدت بدورها تلقي 40 مقيما في دار الرعاية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم الكبرى في البلاد، بعد أن تلقت امرأة مسنة تبلغ من العمر 100 عاما واحدا أول جرعة من العقار المضاد. وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14,455 ليصل الإجمالي إلى 1,627,103 إصابات، بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29,000 منذ بدء الوباء. كشفت منظمة الصحة العالمية عن تقييماتها لمدى فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي اكتشفت في بريطانيا مؤخرا. وقالت المنظمة أن تمحور السلالة الجديدة محدودة ولا تؤثر كثيرا على فاعلية وسائل التشخيص والعلاجات، ويمكن للقاحات التي أعلنت عنها دول عديدة التعامل مع هذه الطفرة.
تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم أكثر من 80 مليون حالة حسب ما كشفت عنه جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وبحسب بيانات الجامعة فقد خلفت الجائحة 1,753,313 حالة وفاة. وأشارت الجامعة أن العدد الأكبر من الإصابات والوفيات تم رصده في الولايات المتحدة، تلتها الهند ثم البرازيل. إلى ذلك أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس أن جائحة كورونا التي ضربت العالم لن تكون الأخيرة. وشدد غيبريسيوس في كلمة مسجلة نشرتها المنظمة أن تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه ولها تبعات بعيدة المدى على المجتمعات والاقتصاديات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأضرار الناجمة عن الإجراءات الغلق في بلاده تفوق أضرار فيروس كورونا. وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر أن إجراءات الحجر في الولايات التي يديرها ديمقراطيون تدمر حياة العديد من الناس فعلا، وضررها يفوق الضرر الذي قد ينجم عن الفيروس الصيني حسب وصفه. ونبقى في أمريكا وتحديدا في ولاية نيويورك التي فتحت تحقيقا في احتيال عدد من العيادات أثناء توزيع لقاح فيروس كورونا على أشخاص لا يملكون الأولوية. وقالت صحة الولاية أنها تلقت تقارير عن شبكة عيادات حصلت على كميات من لقاح موديرنا لكنها احتالت في توزيعها. وأضاف أن هذه الشبكة عملت على توزيع كميات من اللقاح على عدد من الأفراد الذين لا يحق لهم تلقيها، وأن السلطات فتحت تحقيقا لتحديد الجهة المقصرة وعرضها على القضاء. أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة في العاصمة موسكو. وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا أن عدد المتوفين بالوباء في المدينة خلال الساعات 24 الماضية بلغ 73 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10,913 شخصا، بعد أن كان 10,840 في الإحصائية السابقة. قررت السلطات الإيرانية توسيع نطاق حظر التجول ليلا ليشمل 330 مدينة وبلدة، وذلك بهدف المحافظة على تراجع أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء. وأعلنت وزارة الصحة وفاة 134 خلال الساعات 24 الماضية من جراء الإصابة بالفيروس، وهو أقل عدد وفيات منذ منتصف أيلول الماضي. وعبر سكاب ينضم معي من إيران مراسلنا دريد زهير. أهلا دريد، حدثنا في البداية عن مستجدات الموقف الوبائي في إيران، ما هو الموقف الوبائي في إيران؟ تفضل. تحية طيبة. يعني في البداية أعلنت قبل قليل الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة سيما السادات لاري عن وفاة 119 شخص خلال 24 ساعة الماضية، وهو الأقل من خلال رصد عدد الوفيات خلال الستة أشهر الماضية، وبهذا يصل مجموع الوفيات إلى 54,693 شخص، ومجموع الإصابات لليوم يعني كانت 5,502، وهي أرقام يعني جيدة جدا بالنسبة إلى الأسابيع الماضية، وليصبح مجموع الإصابات 1,200,465 شخص خلال فترة انتشار الجائحة. حالات الشفاء أيضا كان رقمها يجلب التوجه، وهو قرابة 952,000 شخص. ومع تحسن كما تفضلتم، مع تحسن الأوضاع في إيران، يعني هناك المدن الحمراء التي كانت تشكل 160 مدينة حمراء، اليوم أعلن وزير الصحة بأنه لا يوجد مدينة
ضمن النطاق شديدة الخطورة بسبب الانتشار الحمراء والمدن التي انتقلت لتلك المرحلة هي المرحلة البرتقالية وهي الأقل خطورة أصبحت 108 مدينة، والمدن المصنفة صفراء الذي يجب أخذ الاحتياطات اللازمة ارتفع عددها ليصل إلى 340 مدينة. طبعا تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الإيراني الدكتور سعيد نامكي أشار أن الوضع ما زال هشا ويجب أخذ الحيطة والاحتياط خلال هذه الفترة. ليتحدث قليلا عن اللقاح أو اللقاحات بصورة عامة، السلطات الصحية في إيران تحدثت عن لقاح محلي مضاد الفيروس، يعني تذكر قبل فترة أيضا أعلنت عن تطوير لقاح محلي خاص بإيران، ما هي أخبار أو آخر أخبار هذا اللقاح؟ آخر أخبار هذا اللقاح أنه في البداية تم التجريب، يعني بداية الاختبارات البشرية منذ يعني هذا الأسبوع كما تحدث وزير الصحة، وقال بأن يعني يتم العناية بتنفيذ البروتوكولات الصحية العالمية والمحلية بحذافيرها من أجل الحصول على أفضل النتائج. وأشار بأن يعني حتى وإن كان الوصول إلى هذا اللقاح سيكون متأخرا، ولكن سيكون اعتماد الناس والشعب الإيراني على نتيجة اللقاح المحلي سيكون مبهرا كما وصف وزير الصحة الإيراني. طبعا أيضا أشار وزير الصحة الإيراني بأن إيران لن تكتفي فقط بصناعة اللقاح وإنتاج هذا اللقاح، ولكنها تسعى أيضا لشراء هذه اللقاحات من عدة مصادر. يعني كما تعلمون المصدر الرئيسي هو الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، وعبر آلية كوفاكس التي شاركت إيران فيها للحصول على عدد كبير بقرابة 8,600,000 جرعة لقاح. ولكن أيضا تحدثت يوم أمس الناطقة الرسمية باسم الصحة الإيرانية بأن إيران أيضا تعمل على حصولها على اللقاح من خلال دولة لم تحددها في البداية، ولكن بعد يعني لقاء لرئيس الهلال جمعية الهلال الأحمر الإيراني أشار بأن هذه الدولة هي الصين. يعني حدود 100 جرعة لقاح يتم الحديث عنها بأنه سيتم شراؤها من الصين. وطبعا تحدثوا عن مشاركة بعض الخيرين في شراء بعض الأعداد من هذه اللقاحات وإرسالها إلى إيران خلال الفترة المقبلة. دريد، ما الخطوات التي ستلجأ إليها الحكومة الإيرانية لتطويق تفشي الوباء، خاصة وأن هناك سلالة جديدة تنذر بالخطر العديد من البلدان، بلدان العالم، سلالة جديدة من الفيروس؟ يعني نعم، يعني حسب تصريحات وزير الصحة الإيراني صباح اليوم، يعني أشار إلى أن هذا النوع من الفيروس لم يصل إلى إيران على الرغم أن كان هناك حديث عن وصوله قبل فترة. أشار بأنه لم يصل هذا الفيروس إلى إيران حتى اللحظة ولم نشاهده، ولكن الإجراءات ما زالت مستمرة. يعني إجراءات تصنيف المدن حسب الألوان وحسب شدة الخطورة باللون الأحمر واللون الأصفر واللون البرتقالي، وأيضا التزام الناس بارتداء الكمامات ومنع التجمعات، وخاصة ونحن نعيش فترة مراسيم دينية في إيران. طبعا أيضا هناك مسألة التباعد الاجتماعي والتأكيد عليها، رغم أيضا أنه تم الإعلان عن افتتاح مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد المقدسة ومع رعاية البروتوكولات، أيضا تقليل حضور الموظفين وفي المناطق يعني البرتقالية إلى النصف والمناطق الصفراء إلى الثلثين، وأيضا هناك تحذيرات من عدم السماح لأي شخص بالذهاب أو القدوم من بريطانيا عبر المطارات، إجراء المسحات لجميع من يحاول السفر إلى خارج إيران، أيضا هناك يعني حديث عن إجراءات إضافية ستكون موجودة وحاضرة إذا ارتفع العدد مرة أخرى. يعني الوزير تحدث عن أن العدد عندما وصل إلى أقل من 120 شخص فهذا يبشر بالخير، ولكن الوضع القائم الهش كما وصفه
يعني يحتاج إلى إجراءات أكثر احترازية إذا ارتفعت نسبة الوفيات في المستقبل. شكرا لك دريس زهير مراسل العراقية الإخبارية من إيران كنت معنا. 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا دفعت السلطات الأسترالية إلى تجديد إجراءات الوقاية مرة أخرى، فبعد أشهر على غياب الإصابات طالبت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في احتفالات أعياد الميلاد. أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن خضع 60,000 شخص للفحص خلال 24 ساعة الماضية، وارتبطت 7 من الحالات الجديدة ببؤرة أفالون والتي تضخمت لأكثر من 100 إصابة. خلال الأيام القليلة القادمة ستكون هنالك تغييرات في القيود المفروضة على سكان سيدني خلال فترة أعياد رأس السنة الميلادية بسبب استمرار وجود حالات جديدة مرتبطة ببؤرة الفيروس، حيث سجلت سيدني 9 إصابات جديدة اليوم. من جهتها حثت كبيرة مسؤولية الصحة في نيو ساوث ويلز دكتور كيري تشانت الناس على الحد من التجمعات في عيد الميلاد وتفضيل الأماكن الخارجية حيثما أمكن ذلك. نقترح عليكم أن تتحدثوا لطبيب العائلة في حال ظهور أعراض الإصابة مهما كانت خفيفة، وأن تلتزموا بكافة تعليمات السلطات الصحية خلال احتفالات أعياد رأس السنة لمنع التفشي للفيروس قدر الإمكان. وحثت السلطات الصحية الناس على اليقظة والحد من تحركاتهم وتجمعاتهم خلال فترة عيد الميلاد، وذكرت السلطات إنه لا تزال هناك سلاسل انتقال يمكن أن تؤدي إلى تفشي المرض. كما أكدت حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز بريج كليان أنه سيكون هناك تواجد إضافي للشرطة في الشواطئ الشمالية لمراقبة قيود عيد الميلاد. السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز تستجيب لبقية الولايات والمقاطعات في وضع خطط سريعة وإجراءات مشددة للحد من الانتشار السريع للفيروس في الولاية بشكل عام وفي سيدني بشكل خاص. العراقية الإخبارية هدي الصباح، أستراليا. في باكستان ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 471,000 حالة، وذلك عقب تسجيل نحو 1850 إصابة جديدة. وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة ارتفعت إلى أكثر من 9,800 حالة، وذلك عقب تسجيل 58 وفاة جديدة. أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى أكثر من 56,800 إصابة. وقررت الحكومة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة حظر تجمع أكثر من 4 أشخاص في سيول والمناطق المحيطة بها، وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية. وزارة الصحة الكويتية أعلنت بدء حملة تطعيم الفئات ذات الأولوية من العاملين بالقطاع الصحي والحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. الوزارة أكدت عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة بعد مرور نحو 48 ساعة على الشريحة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة. وزارة الصحة الأردنية أعلنت بدورها تسجيل 18 حالة وفاة و1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 286,356 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3729 منذ بدء الجائحة في البلاد. في آخر أخبار نشرة كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 41 حالة وفاة و1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 4426
فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 130,230 حالة. ختام النشر، هذا تذكير بأهم العناوين. وزارة الصحة تعلن إجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة الجائحة وتؤكد تراجع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء. انطلاق أكبر حملة للتطعيم بعقار فايزر وبايونتك في أوروبا وعمليات احتيال واسعة لتوزيع اللقاح في ولاية نيويورك الأمريكية. تجاوز عدد الإصابات بالجائحة حول العالم حاجز 80 مليون إصابة والولايات المتحدة تتصدر المشهد الوبائي بعدد الوفيات.